إيجابية ممزوجة بعقد لا تزال تسيطر على أجواء تشكيل الحكومة بعد لقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب بممثلين عن الثنائي الشيعي ومحاولة تسليمه لائحة بعشرة أسماء ليختار منها أسماء كل الوزراء الشيعة وليس فقط وزير المالية، لكن الرئيس المكلف استمهل الرد، ما يطرح السؤال الأهم: هل سيمنح الثنائي الشيعي حق تسمية كل وزرائهم بعد الموافقة على منحهم حقيبة المال؟ أعتقد أنه سيسأل الفرنسيين أو الرئيس سعد الحريري. أما بالنسبة إلى الفرنسيين، حسب معلوماتي أنهم في هذه الأجواء وهم وافقوا أساساً على تسلم هذه اللائحة. بجميع الأحوال الساعات المقبلة هي التي تحدد عما إذا كان الرئيس المكلف سوف يستلم هذه اللائحة، من ستضم هذه اللائحة، كيف سيختار من بينها الأسماء. ولكن بالإجمال هناك نية، هناك قرار لولادة الحكومة بدعم فرنسي وبرعاية دولية ما. بحسب المراقبين، ما أن يقبل أديب لائحة ثنائي الشيعي ستظهر مطبات أخرى عبارة عن لوائح لكتل نيابية تعتبر أن من حقها تسمية وزرائها أسوة بالثنائي الشيعي، ما يعني مزيداً من العقد التي قد تعيد تشكيل الحكومة إلى المربع الأول. بعتقد نحن اليوم حنشوف بكرة تفاصيل تانية، عرقلات أخرى، إن كان من الطرف الشيعي أو يمكن من الطرف الحليف لقلو. كمان ما تنسين بلشنا نسمع اليوم إنه الطرف الآخر بلش يحكي بأنه كمان نحن عنا حق بتسمية وزرائنا. تصريحات اللي هلأ سبقت لقاء الرئيس المكلف برئيس الجمهورية بدل إنه نحن منا بطور تأليف الحكومة بشكل سريع. مع مرور أكثر من 3 أسابيع على إعلان المبادرة الفرنسية، يعتبر بعض المراقبين أن ثمة تعطيلاً خارجياً يتمثل بالكباش الأمريكي الإيراني في المنطقة، وأن حلفاء إيران في لبنان يحاولون المماطلة إلى حين الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من يظن أن الحكومات في لبنان تشكل بمعزل عن الأحزاب والتيارات والطوائف ومطالبها التعجيزية، فهو لا يدرك حجم الأزمة ولا يعرف هذا النظام الذي بني على المحاصصة داخل الحكومات المتعاقبة، ما يعني أن التفاؤل بتشكيل حكومة من أخصائيين ومستقلين قد لا يكون سوى أمنية الكثيرين دون إمكانية تحقيقها. ليلى خليل، الغد، بيروت.